حقيقة ما حدث من الأستاذة عائشة موسى يعني موقف محترم جدا، باعتبار أنه يعني أتى هذا الموقف نتيجة لتراكمات لإشكاليات تعاني منها الفترة الانتقالية. يعني هنالك فراغ دستوري كبير يحدث الآن في السودان بعدم تشكيل المجلس التشريعي، وهذا المجلس هو يعني معني يعني تكملة ملفات العدالة المرتبطة بالفترة الانتقالية، كذلك عدم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وأيضا هناك تجاوزات كثيرة جدا تحدث في المجلس في الوثيقة الدستورية، بالغدر الذي أصبح يعني يقلل من نفوذ المدنيين في الحكومة الانتقالية، سواء كان على المستوى المجلس السيادي أو سواء كان على مجلس الوزراء. يعني هنالك هيمنة مطلقة للمؤسسة العسكرية، يعني المؤسسة العسكرية الآن هي تسيطر على ملف السلام، تسيطر على ملف الاقتصاد، تسيطر على ملف الأمن، وبالتالي يعني هنالك شبه يعني أحزاب كومبارس تلعب دور مكمل مدني للحكومة الانتقالية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الموقف هو موقف محترم من الأستاذة عائشة، وكما قلت هو يعني أتى نتيجة لتراكمات. وآخر شيء أنت يعني هو يعني الاستخفاف بدماء الشهداء والعكس التمادي في قتل المتظاهرين، وتلاحظون أن هذه الاستغالة أتت بعد يعني اغتيال نعم، كنت أريد متظاهرين أن في أسألك عن وقت الاستقالة، يعني كيف ينظر اليوم لوقت الاستقالة، وبتقديرك كيف سيكون موقف المجلس الانتقالي من هذه الاستقالة؟ وحقيقة يعني الاستغالة أتت يعني من أجل يعني تأكيد لانحياز القوى، هو يعني هي تم ترشيحها من قبل تجمع القوى المدنية في المجلس السيادي، وبالتالي يعني هذا التجمع يعني يريد أن يرسل رسالة إلى الشارع بأن يعني القوى المدنية تنصاع يعني تنحاز إلى الشارع وإلى مطالبهم، وبالتالي يعني هذا الموقف موقف محترم. ولكن حقيقة هذه الاستغالة وضعت يعني الحكومة الانتقالية في مأزق حرج، باعتبار أن أي حالة لفراق في عضوية المجلس السيادي لا يتم يعني شغلها إلا بواسطة ترشيح، يعني ترشيح من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، وبالتالي غياب المجلس التشريعي الانتقالي يعني سيجعل هذا المنصب فارغا، وبالتالي يعني هذه الخطوة أعتقد أنها يعني سي يعني سي يعني ستضع الحكومة الانتقالية في مأزق حرج نتيجة لغياب أحد المدنيين، وخاصة أن هنالك أصوات تعلو الآن في السودان بمطالبة بضرورة تسليم السلطة للمدنيين، باعتبار أن يعني ما تم نصه عليه في الوثيقة الدستورية بتسليم السلطة يعني مجلس السيادة وتسليم الحكم يفترض أن يكون للمدنيين في خلال بعد يعني 23 شهر، وأعتقد أن هذه يعني الفترة هي انتهت. ولكن يعني ما حدث هو يعني تحايل على الفترة الانتقالية، تم تعديل الوثيقة الدستورية يعني بعد اتفاقية سلام جوبا وتمديد هذه الفترة، وهذا الأمر يعني جعل القوى السياسية في السودان يتململ، وتشعر يعني يعني القوى المدنية والقوى السياسية بأنها هي مهمشة في يعني في إطار هذه الحكومة الانتقالية. طيب، يعني اليوم كان يتوقع وهناك آمال بإجراء تغيير بهيكلية المنظومة الأمنية في السودان، اليوم ما شاهدناه هو استقالة عائشة موسى، يعني عكس التوقعات. ما تداعيات هذه الاستقالة وانعكاس هذه الاستقالة على الأزمة أو المشهد، مشهد الأزمة في السودان؟ أنا أعتقد هذه الاستغالة يعني ستحرك المياه الراكدة أو ما يعني حالة السكون في يعني بالأمس كان هنالك اجتماع من قبل في دار حزب الأمة، يعني من قبل شركاء الفترة الانتقالية والحرية التغيير، هنالك حديث حول يعني ضرورة يعني بث الدماء وتجديد الدماء في قوى الحرية التغيير وتعديل المجلس المركزي لقوى الحرية التغيير، بالإضافة إلى يعني تغيير المدنيين في السلطة الانتقالية أو في المجلس السيادي. ولكن هذا الأمر وجد يعني عدم اتفاق، ووجد اعتراض من القوى الحاكمة الآن من يعني من قوى الحرية التغيير. قوى الحرية التغيير هنالك يعني تيارات عديدة في قوى الحرية التغيير، يعني
يعني ما حدث اليوم يعني بالأمس يؤكد على أن هنالك عدم اتفاق بين قوى الحرية التغيير، وبالتالي يعني ما استغلت أستاذة عائشة يعني سيزيد الأمر صعوبة. يعني المطلوب الآن من قوى الحرية التغيير يجب أن تتسارع في أنها يعني تضغط في اتجاه تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وحتى يتم يعني سد الفراغ المدنيين، وبالتالي ومن ثم مطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين. وهذا الاتجاه يعني اعتقد انه مدعوم خارجيا من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومنظومه الدول الغربيه، يعني اظهروا انحيازهم للمدنيين. انا اعتقد ان هنالك تراجع للمؤسسه العسكريه، ولكن هذا الامر يتطلب يعني بالضروره يعني تنظيم المدنيين انفسهم، وخاصه قوى الحريه التغيير، حتى تستطيع ان تعود مره اخرى نعم، وضحت وتصبح الفكرة. الواجهه والحظر. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مهدي، وضحت الفكرة. كنت معنا من الخرطوم دكتور مهدي دهب حسن، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.